أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد القناة الأولى المصرية الجديد على النايل سات، وهي أول قناة مصرية على التلفزيون المصري، والآن هي قناة الأولى المصرية على القمر الصناعي نايل سات، مجانية متنوعة تعرض الكثير من البرامج والمسلسلات المصرية والأفلام العربية. تعرض القناة الأولى المصرية كل أخبار الشارع المصري، فهي تعد القناة الرسمية في مصر، فهي أول من تعرض مؤتمرات التي تقام في البلاد وجلسات من مجلس الشعب المصري فقط عبر شاشتها التي تبث من ماسبيرو القاهرة. قناة الأولى المجانية على النايل سات طوال اليوم بدون توقف ومجانا، وتم إطلاق القناة لأول مرة عام 1960 من مقر الرئيس للإذاعة والتلفزيون في مصر، وهي المنصة الأولى والأساسية. الآن نعرض عليكم تردد قناة مصر الأولى على القمر الصناعي نايل سات 2022. القمر الصناعي ويوجد تردين على النايل سات، التردد الأول على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات التردد 11766 على استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD و HD. إذن التردد الأول القمر الصناعي نايل سات التردد 11766 على استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD و HD. التردد الثاني على النايل سات القمر الصناعي نايل سات التردد 10757 على استقطاب عمود، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة HD و SD. إذن القمر الصناعي نايل سات التردد 10757 على استقطاب عمود، معدل الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD و HD. اسم القناة على قائمة القنوات الأولى، وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة مصر الأولى على القمر الصناعي نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.